ماكو طريقة ننهزم بيها منه؟ الطريقة الوحيدة هي ننهزم من الحياة. كلش خايفة. بعد وقت للخوف. انتي ما خايفة؟ بالبداية تعودت، بس هسه ورا الشهر الخامس كل ما قرب موعد الولادة كل ما قرب موعد الموت هنا الخوف الحقيقي. انت بيا شهر السابع. معلش خايفين، ما احنا هيك ميتين. ثاني ما خايفه من الموت، خايفه على ابني. تدرين شغله، انا اصلا اول ما اخذوني اعتبرت ملك الموت اجا واخذ روحي ومتت. من ذاك الوقت لي هسه كلها زايد خير. بس أنا ما أريد أموت، أنا أريد أعيش. إجا وقتي. جيبوا لي هاي. الله وياك. ضروري اليوم نطلع منها، بس لا تحكي لأحد. بعدين أنا أجي أفهمك شنو الخطة. أمل، أمل،
يا رب حلم، يا رب حلم، يا رب حلم، يا رب حلم، يا رب اقعد ارجع احلم، يا رب حلم. هبل أمل، يا رب تسمعني، الله رجعني يا أمل، رجعني يا أمل، داخل لك رجع الوقت، الله رجع لي أمل، الله رجع لي أمل، الله الله تسمعني، الله الله يا رب رجع، أمل الحمد لله وشكرا، الحمد لله وشكرا، شكرا أبوس، ربي الحمد لله وشكرا، ما استجاب لي، شكرا أبوس. وطن، مهدا، ركز وياي، هذا مو كابوس، أني متت. شش لا تحكي. أني متت. سكتي دا أبلش لا تحكين. أنت صاحي. شش 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 لا 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 سكتي. أما أنت موجودة أنت أشوفك جلسة قدامي. لا. انت صاحي وهذا مو حلم ولا كابوس، انا اشوفك قدامي والله طبيعي. الله استجاب لي، الله استجاب لي، الله استجاب لي، شكتي ولا كلمه، انا انا اشوفك قدامي هسه، لا انا راح ابقى وياك راح اوفك. امل لا تقولين هذا الشيء، الله يخليك. امل امل انت وياي؟ اي انا وياك راح ابقى وياك. اهدى حبيبي، وطن وطن وطن، اللي صار صار. امل هذا دمرتش امل، انت متي لو لا؟ انا متت بس راح ابقى وياك. لا لا ما خليش تقولي هذا الحكي.
خب أصار بي شيء؟ أنا ما بي شيء، أنا زينة. إيش حسيتي بالموت؟ حسيت شريط حياتي كله مرمي قدامي، سريع 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 إلى أن وصلت يوم اللي عرفتك واللي حبيتك. صار يمشي ببطء كل تفاصيله، كل الأشياء الحلوة اللي عشناها سوا، كل شيء، كل الورد الحلو اللي جبت لي إياه، كل كلمة حلوة قلت لي إياها. لا تخاف علي، نمت وقعدت وياني قدامك. سامع تبا موجودة؟ موجودة، هياني يمك وطن. هات يدي سامع. أبل 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 الله ليه صاحبني؟ ليه شغلت مني؟ والله رجع الوقت، انت كل شيء بيدك رجع الوقت. أقدم لكم التعازي باستشهاد المقدم عباس فاضل، هو واحد من رجال الداخلية الأبطال، وإن شاء الله إن شاء الله دمه ما يروح هدر أبداً. ولذلك أنا أطلب تسووا لي تحقيق عاجل وسريع بكل ملابسات الحادث، لا تنسون شهادة الشهود القريبين من الحادث، وسووا لي إحصائية بعدد الشهداء والجرحى، وتحاولون تحققون ويا الجرحى، ربما واحد من الجرحى شاف المجرم اللي فجر السيارة. لا تنسون أريد هذا التقرير قبل الصبح على ميزي، مفهوم؟ يلا تفضل. هلا استاذ، اجت اوامر عليها بالتحقيق هسه، وقلت ابلغك استاذ. تمام سهلة استاذ، بس اكو عندنا مقدم مات بانفجار. وش اسوي له؟ قرأ الفاتحة مثلا؟ لا لا استاذ، بس مو هذا اللي وياه ما مات، وهذا واحد مو سهل ابد. شنو اسمه؟ استاذ اسمه حازم. تمام سهلة، مرت الثانية لا تتصل علي، دز رسالة بالاول، فهمت؟ اوكي اوكي ماشي استاذ، مع السلامة.
باشا داخلية طو أمر بالتحقيق. عندي علم هذا الموضوع يمي. أكيد باشا عندك علم بالموضوع، بس هاني وصلت المعلومة وحبيت أوصل لك إياها. عافية دمار، بلغت شخاط يسوي اللي قلت لك عليه. أي بلغت باشا، ومن ينجز راح أبلغك أكيد. راضي شوف عائلته، وأنا قلت له لو تنجز العمل وشوفهم لو أنت عندك رأي آخر. تمام باشا، تأمر أمر. يا ترى علاوي ايش يسوي هسه؟ كان يباوع بعيوني، حسيته كلش خايف من الموت. هاي النظرة شفتها بعيون جدك قبل لا أصير عمية. باوع بعيني وكان كلش خايف. لقيتها أفكر سنين. جدك أبد ما كان يخاف. بس بعدين عرفت كان خايف علينا. وراها تأكدت إنه اللي يموت ما يخاف من الموت، يخاف على أهله. خطية زوجته كلش تأذت. الله يصبرها ماما، الله يصبرها. راح تعيش وتكمل حياتها حتى تربي ابنها، وراح تكون سعيدة إذا الله منحها نعمة النسيان. انت الله رزقك نعمة النسيان. إن الله يرزق ما يشاء. تحبين جدو؟ نسيتي شكله؟ حاولت أنسى، بس أخيرا استسلمت. أنت ما تريدين؟ يمكن لو أعرف شو اللي صار وياه وسر بعيونه ما قدرت أعرف كل هاي السنين. شكت حقيرة الدنيا. نامي حبيبتي نامي. دين اللون يا الولد يا ابني دين اللون عدوك علي وساك الجوك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. بقي بحياتك. أبوي ما عرف تحافظ على أمانه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. Oh, yeah. Oh, yeah.
أوف يا ربي، شوفي هذا يكسر الخاطر. قبل شوي شفت دقية فنون، الظاهر جاي وحدة خطية. ويلي عليك ويلي عليك، هي ما بقي هنا، هسه اجيك اني. يا رب. ابو عمل، الله يساعدك يوم. شو تصير منك يوم؟ زوجتي عيني. قلبك محروق يوم، أنا يمين مثلك، عندي ولد شحلاته، الله يحفظك شبابك يوم وعمرك مثل الورد. الحمد لله عبالك ملك الموت، ما عنده غير بس بالعراق ياخذ أرواح. يمه مكتوب علينا نعيش اموات يا يمه، الله يصبرك. شوفوا ليدي، انا خالتكم حيدر، اشتغل بالسوق ابي اخضرات، اي شي تحتاج يمه انا مثل امك. تعال علي، ربي صبرك وليدي. قوم يوم اقرا لها الفاتحة وروح، خليها ترتاح بقبرها يا امي. يلا وليدي، الله يصبرك يوم، الله يصبرك وليدي، الله يصبرك ويصبرني. صوتك محاوطني وبقى حبك يعيش وياي مثل الروح محتلني. رحت عني رجعتك كل امل ماكو، بس غيرك تنعاني المكان البيرح ظليت، باقي لجيتك متاني حلمي واقعي ألقاك، وأحس بروحي باقوياك، على هالحالة قل شلون راح أقدر حبيب أنساك. ملك الموت كان جايني إلي، بس علام وقف قدامه. آخر حوار صار بيناتنا قال ياسمين أنت زينة؟
كنت لا تدير بالك على نفسك. باوع علي وحسيت بعيوني. حسيت بعيوني يقول لي ديري بالك على عائلتي. أتمنى تسامحيني. أنا ما عندي أخوان. علاوي كان مثل أخويا. هو كان يعتبرك مثل أختي. السلام عليكم من الواوية شخصياً. وعليكم. شو من ورا خشمك؟ جيب المالات. يلا. كلهم كلهم كلهم. أصدق يا. حبة. سبهم. استفتاحية خير إن شاء الله. سجلي على حساب عيون حجي. سجلي. يومين ثلاثة وتنسين. هنا بالعراق الناس تنسى بسرعة. يمكن تقصد الناس اللي كانوا بعيدين عن الانفجار. ماتوا. ماتوا الله يرحمهم. هذا قدرهم. المشكلة مو بالناس اللي ماتوا. المشكلة باللي ما ماتوا. الحياة تستمر ولازم تستمر. فعلا الحياة لازم تستمر. هو ليش انكتب على هذا البلد الموت؟ ايه يعني ناس تموت، ناس تنولد، هي هذه سنة الحياة. بنتي كل واحد وقدره. القدر بريء كبراءة الذئب من دم يوسف. المجرمين الإرهابيين هم المسؤولين عن هاي الجرائم. بنتي ياسمين لازم تنسين. اسمعيني زين، اليوم لازم ترتاحين بالبيت. أخذي إجازة وارتاحي بالبيت ماشي؟
بابا المكان الوحيد اللي ما ارتاح بيه فهو هنا بالبيت. انتي لو بس تطلعيها من راسك. بابا اقول لها خليها هي تطلعني من راسها، لان فعلا دا احس مكاني مو هنا. بنتي هذا مكانك، واي واحد يفكر بهذا فهو مكانه مو هنا. توتة توتة حبيبتي، انت الشيء الوحيد اللي احبه بهذه الحياه، وانت بنتي، وانت اللي تذكريني بامك الله يرحمها. يعني انت مو قلت لها ترجعي للبيت؟ شو وداها لهناك؟ ما معقوله هاي البنيه ايش قد عنوديه واللي براسها تسوي. حجي حج حجي المالات ما عندي. المالات حجي ما عندي. شنو ما عندي عمي؟ الدوله تريد، الادويه تريد، البلديه تريد، العائله تريد، ما عندي. حج رحمة والدك اعطيني المالات وابقيت بس انت المدافع، صير حباب واعطيني انا وخلي اروح. يلا عمي الفلوس ما تكفي. حج انت تريد تعبني؟ شو جاي اقول هذا الحكي للباي؟ يلا حبيبي يلا. وسكينة الحج ما يريد يدفع. ما يريد يدفع لو ما عنده لو شنو؟ يقول الدخل ما يكفي. يا جماعة الخير تعالوا هنا، الواوية تسلم عليكم. أنا أدري بيكم كلكم ما تريدون تدفعون المالات، هذا الحكي ما يمشي عندي. واللي ما يريد يدفع خلي لا يدفع، مثل حجي. حجي ما يريد يدفع، يعني كلش طبيعي وعادي. بس باكر اذا فاتت من نادى الراجه وشايل كاتم وعلى سل الحجي بيش تفيده فلوسه؟ لو راح يطلع لي واحد يقول لي انا اكو عشيره بظهري، كليتنا عندنا عشاير، كل عشايرنا بظهرنا. بس خلي تفيدك عشيرتك وخلي تركض ورا بالدراجة. هسه انا راح ادخل، انتم مو تدفعون، مو تدفعون تأمينات مدري شو يسموها هي، هاي ضرائب للدولة. زين شو مستفادين من الدولة؟ اشو لا امن ولا امان ولا خدمات؟ على الاقل هاي الفلوس تدفعوها دا تشترون بها الامن والامان. انا دا احميكم، لو نسيتوا بالفرن صار بي قبل اسبوعين. من بده يصرف على عائلته؟ مو انا بدي اصرف على عائلته. بعدين شو تريدون تسوون؟ خبرون علي الشرطه؟ خبر علي الشرطه، يجون يعتقلوني غير؟ باكر يجون لي هنا جماعتي. هم راح تخبرون عليهم الشرطه ويعتقلوهم؟ يجون غيرهم. سالك خلي دفعوا ذني. المالات دفعت بلا، والما يدفع انا ما لي علاقه بيه. نزلني يا ولد. لا حجي ايش قلت؟ ادفع واني الممنون. بدول وجهك استلمه. صار، تعال حبيبي. Thank you.
يعني لو أنا قالت لها كان قلنا ما يخالف تكرهني وما تحترمني، بس أنت أبوها قلت لها يعني معقولة ما تسمع كلامك؟ يعني لو صاير عليها شيء كان سخمت لنا حياتنا. زين أقول لك، هي شعدها هنا بالعراق، ليش ما ترجع دبي هي وببيتها؟ هناك أحسن لهم. خلي هناك تروح دبي تسوي برنامجها، وهنا ناس تسوي لها تقارير، تدزوا لها تقارير. هاش قلت؟ يعني هي جاية من برا وجايبت لنا ببيتها فوقاها عمية، هي ناقصة؟ كافي، امشي منها، امشي. عندي ماضي وذكريات وجع قد عمر اللي فات، شقد شفت بالدنيا ذي وعشت غصبا عالحياة. متعلم من وقت وعرف ما يقدر عالدنيا الخايف، وما يهمني لا قد ما اثر، بس المهم ارجع واقف. ما اهتم لاكبر واحد، امشي بدربي وابقى معد، لوحة عمري بنار ارسمها، ما احب ان اللان البارد. تعرف شنو مرات احس باكر يجي وما تجي ويا الشمس، مرات احس ما يهمني شي والمغمى تعلم درس. خلي حطب بنص نارك، ولو بالماضي ظلم وحقك، بالحاضر منهم تاخذ نارك. حياتك دنيا عمرك، تقدر تعيش.